بيبدأ المسلسل مع اعتزاز عبد المقصود اللي بتشتغل دكتورة في كلية الزراعة وعضوة لجنة الرقابة على الصادرات في مصر، وبنشوف اعتزاز وهي بتلوم موظف المينا لأنه سمح بخروج شحنة خضار وفاكهة بيستوردها اسماعيل البحراوي من المينا وهي مش مطابقة للمواصفات ومفروض تتعدم، وبيعتذر لها الموظف وبيعرفها ان الشحنة خرجت بناء على تصاريح من اللجنة اللي هي عضوة فيها، فبتأكد له ان الورق مزور وان قرار اللجنة بيوضح ان الشحنة فاسدة وما ينفعش تتصدر او تنزل الاسواق للناس، فبيحاول الموظف يطمنها وبيعرفها انه يعمل تحقيق وهيبلغ المسؤولين، فبتقرر اعتزاز انها ما تستناش اجراءات التحقيق وتتحرك بنفسها عشان تحاول توقف العربيات اللي حملت الشحنه، وبتقابل سالم صديقها واللي بتبقى طلبت منه يجي معاها لان محدش من ولادها وافق يجي معاها، وبيبقى سالم عايز يتفسح في اسكندريه وفاكر انها كلمته لانها موافقه على الجواز منه، فبتعرفه انه لازم يشيل الافكار دي من دماغه لانه بيلح عليها من 5 سنين، وبتعرفه انها محتاجه له يبقى معاها عشان تمنع الشحنه توصل السوق. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف اسماعيل البحراوي وهو بيلوم يوسف لانه خسر فلوس كتير في الشحنه وهو ما قدرش يساعده بمنصبه في اللجنه لان اعتزاز منصبها اعلى، فبيحاول يوسف يفهمه انه ملوش انه يتدخل في قرارات اللجنه لانه المهندس المشرف على الارض بتاعته، فبيعرفه اسماعيل انه كان بيفكر يسجنه لكنه تراجع لانه اكتشف انه مش هيستفيد حاجه لما يسجنه، فبيعرفه يوسف انه يساعده في ان الشحنه تخرج بره المينا وتنزل السوق المحلي وان ده افضل من انه كان يخسر كل حاجة. وفي الوقت ده بتقدر اعتزاز توقف العربيات اللي محملها الشحنة وبتطلب من ضابط في كمين انه يساعدها ويمنع العربيات تتحرك، وبتعرفه كل التفاصيل وبتأكد له ان الشحنة فيها مواد مسرطنة وممنوع تتصدر او تنزل السوق المحلي، وبيوصل الخبر لاسماعيل اللي بينفعل لانه خسر ملايين بسبب الشحنة دي، وبيأكد ليوسف انه هينتقم من اعتزاز. وبعدها بنشوف سيف ابن اعتزاز الكبير اللي بيشتغل مهندس وبيبقى بيتكلم مع ابن عمر وبيعرفه انه لازم يدخل هندسة عشان يكمل مسيرته ويبقى مهندس زيه، وبيظهر ان عمر متضايق لانه مش عايز يدخل هندسة، وبيروح يتكلم مع والدته شيرين عشان تتدخل وتقنع والده انه يسيبه يدخل الكلية اللي بيحبها، فبتنفعل شيرين وبتعرفه ان ده قرار يخص والده وانها مش هتتدخل بينهم. وفي نفس الوقت بنشوف منى بنت اعتزاز واللي بتشتغل في بنك هي وجوز احمد، وبتبقى متضايقه من احمد جوزها لانه عايز يدخل بنتها حبيبه مدرسه ناشونال، وفي نفس الوقت يدخل اخوها التوام حمزه مدرسه انترناشونال، وبيبقى شايف ان الولد لازم هو اللي يبقى في مدرسه اعلى، وبيظهر ان احمد شخص حريص وما بيعملش اللي هي بتطلبه. وفي الوقت ده بنشوف هبه بنت زوزو وهي بتقع على الارض وبتكتشف ان ابنها ادم عامل فيها مقلب، ولما بتسال اخته ديجا بيظهر انها متضايقه وشايفه انه هيفضل يعمل المقالب السخيفه دي لانها مش هتعاقبه، وده على عكس اللي بتعمله تيتا زوزو لما ادم بيعمل فيها مقالب فبتعرف تعاقبه عشان يبطل يعمل تصرفات سخيفه، وبيظهر ان هبه بتعامل ادم بطريقه فيها تساهل ومش عارفه تربيه صح. وبعدها بنشوف خالد الابن الاصغر من اولاد زوزو واللي بيشتغل مخرج، وبتقابله سالي البنت اللي بتحبه وبتطلب منه يجي عشان يقابل والدها ويخطبها، فبيعرفها خالد انه بيعتبرها صديقته وبيأكد لها انه مش بيفكر في الجواز لان بالنسبه له مشروع فاشل، فبتنفعل عليه سالي وبتسيبه وبتمشي، وبيظهر ان كل اولاد زوزو واحفادها مستنيين يشوفوا حلقه البرنامج اللي هي ضيفه فيه، وبتظهر زوزو في برنامج تلفزيوني وبتبقى بتتكلم عن ابحاث عن المقاومه الحيويه في الزراعه، وبتبدا زوزو تتكلم في تفاصيل الابحاث اللي عملتها واللي بتبقى عايزه بيها ترجع الزراعه لشكلها الاساسي وتحد من استخدام الكيماويات اللي بتضر الانسان والبيئه، وبتقابلها مشكله انها عايزه الوزاره تدعم الابحاث بتاعتها ويدوها مكان عشان تنفذ فيه تجارب ويقارنوا بعدها النتائج اللي هتوصل لها. وفي الوقت ده بيجي مداخله من يوسف وبيظهر ان زوزو اتضايقت لما عرفت ان هو اللي على التلفزيون، وبيبدا يوسف يتكلم عن رايه في الابحاث وبيبقى شايف انها تبقى مفيده فعلا لو هي ابحاث حقيقيه مش وهميه، وبيأكد ان الوزاره فيها خبرات اكبر من اعتزاز واللي بيعتبر كلامها مجرد ادعاءات، وبيعرف المحاور ان الابحاث اترفضت من الجامعه لانها منقوله من مراجع اجنبيه، وبيأكد له ان المشكله مش في انها سرقت الابحاث لكن مشكلته انها عايزه تطبق التجربه في مصر وده مش مناسب للبيئه، وبتتضايق اعتزاز لما بتحس ان يوسف بيصفي معاها حسابات شخصيه وكمان بيتهمها بالسرقه، فبتقرر تنسحب من البرنامج. وفي الوقت ده بيقرر ولادها واحفادها انهم يروحوا ويستنوها في البيت عشان ما يسيبوهاش وهي متضايقه، ولما بتخرج من الاستوديو بيكلمها خالد وبيحاول يهزر معاها ويغني لها عشان يخفف عنها الموقف اللي تعرضت له، وبيوعدها انه هيخلص تصوير ويروح عشان يشوفها. وبعدها بتيجي عربيه فيها مجدي مساعد اسماعيل وبتخبط عربيه زوزو وبتتسبب في انها تعمل حادثه، وبعدها بيبقى اولاد زوزو مستنيينها في البيت وقلقانين لانها اتاخرت وتليفونها مقفول. وفي الوقت ده بتدخل هبه وبتسال عن زوزو فبيعرفوها انها لسه ما وصلتش وتليفونها مقفول، وبيسال احمد عن جوزها مصطفى لانه مفروض يبقى معاهم عشان يطمن على زوزو، فبتعرفه ان عنده ميعاد شغل مهم ما ينفعش يتلغي وهيجي بعد ما يخلصه، وبيظهر ان منى متضايقه منها، ولما بيبدا الخلاف بيوقفهم سيف وبيعرفهم انه قلقان، فبتقترح عليهم هبه انهم يبلغوا الشرطه او يدوروا في المستشفيات، لكن منى بتنفعل عليها وبتطلب منها ما تنقلش توترها ليهم. وفي الوقت ده بيبقى الاسعاف والشرطه وصلوا لمكان الحادثه وبيقدموا المساعده لزوزو، ولما بيعرف الضابط اللي حصل بيسالها لو انها شاكه في ان الموضوع متعمد، فبتعرفه انها مش متاكده
من ده فبيبلغها انهم كلموا سالم وبلغوه بالحادثه. وبعدها بنشوف حنان اللي طلبت شخصيه من خلال تطبيق بالذكاء الاصطناعي وسمته حماده على اسم خطيبها، وعشان تقدر تشوفه بتلبس نظاره التطبيق وبتبقى مش عارفه تتعامل معاه، فبينصحها تتعامل معاه كويس وتحاول تستفيد منه. فبتعرفه انها متضايقه لان حماده خطيبها سابها، وبيظهر انها مش عارفه تتعامل وبتبدا تكلمه كانها بتكلم خطيبها، وبتنفعل عليه لانه اتحبس بسبب المخدرات. ولما بيحاول يفهم هي بتعامله كده ليه بتعرفه انها مخطوبه لحماده من 6 سنين، ولما حددوا ميعاد لفرحهم اتقبض عليه بتهمه تعاطي المخدرات. وبتوصل زوزو للبيت وبتقابل سالم اللي بيبقى مستنيها وهو قلقان، وبيعرفها انه ما كانش ينفع تكلمه وهي في المستشفى، وتطلب منه انه ما يجيش عشان يطمن عليها ويبقى جنبها. فبتاكد له زوزو انها بقت كويسه وبتطلب منه يسيبها عشان محتاجه ترتاح. وبتطلع زوزو وبتقف على باب الشقه اللي تحتها وبتبدا تتكلم مع العفاريت اللي في الشقه، وبتعرفهم انها عملت حادثه وبتترجاهم ما يحركوش العفش النهارده عشان تقدر تنام. فبتسمع صوت خبط من جوه وبتطلع بسرعه وهي خايفه. وبتطلع زوزو لشقتها وبيتفاجئ ولادها لما بيشوفوها وبيعرفوا انها عملت حادثه، وبيظهر ان احمد مهتم يسال عن العربيه في الوقت اللي كلهم بيبقوا عايزين يطمنوا عليها فيه. وبتنفعل عليه منى وبتطلب منه انه يسكت، وبيسال سيف زوزو هي عملت ايه مع يوسف، فبتعرفوا انها عملت اللي تقدر عليه، وبتعرفهم هبه انها تعمل حمله وهتهاجمه على السوشيال ميديا. فبتسال زوزو عن احفادها فبيعرفوها انهم متجمعين جوه، فبتقرر تسيبهم وتدخل الغرفه اللي فيها احفادها، واللي بيظهر انهم قلقوا لما شافوها هي مصابه، فبتطمنهم عليها وبتبدا تلعب معاهم. وبيبقى اولادها مستغربين انها سابتهم وهي في الحاله دي وقررت تدخل تلعب مع احفادها. فبتعرفهم هبه ان زوزو وروحها في احفادها وهم اللي هيقدروا ينسوها اللي حصل. فبيسالهم احمد عن خالد وبيبقى مستغرب انه ما جاش يطمن على والدته. فبتعرفوا هبه انه عنده تصوير ومش هيقدر يسيب شغله، وبيتضايق سيف واحمد لانهم شايفينه مش قد المسؤوليه. فبتعرفهم هبه انها شايفه زوزو مش فارق معاها اللي حصل ومش متاثره بالحادثه. فبتنفعل عليها منى وبتعرفها انها اكيد متاثره لكنها مش بتحب تبين. ولما بيبداوا يتخانقوا بيتدخل سيف وبيطلب منهم يبطلوا خناق، وبيقترح عليهم انهم يسيبوا اولادهم لان بكره الجمعه، وبيبقى شايف ان وجودهم هيخفف عن زوزو. وبعدها بتتكلم زوزو مع عمر اللي بيعرفها ان سيف مصر يدخله كليه الهندسه، وبيطلب منها تتكلم معاه وتقنعه يسيبه يختار اللي هو عايزه. وفي الوقت ده بتدخل منى وبتبدا تشتكي من احمد لانه صدمها وقدم لحبيبه في مدرسه اقل من اخوها التوام، وبتبقى مش عايزه تحس ان اولاد اختها هبه احسن من اولادها. فبتطلب منها زوزو انها ما تقارنش اولادها باولاد اختها، فبتلومها منى لانها كانت عايزه تتطلق وهي ما وقفتش جنبها، وبتبقى شايفه انها غلطت من الاول لما وافقت على الجواز. فبتعرفها زوزو انها ما وافقتش غير لما هي اصرت عشان اختها الاصغر منها اتجوزت قبلها، وبيظهر ان كل كلامها فيه مقارنات مع اختها وشايفه ان زوزو بتحبها اكتر منها. فبتضايق زوزو من كلامها وبتوعدها انها تتدخل وتساعدها. وبعدها بتدخل زوزو وبتقعد مع سيف وبتبدا تستعطفه وبتعرفه انها تعبانه بسبب الحادثه اللي اتعرضت لها. ولما بيبدا سيف يتعاطف معاها بتلاقي فرصه انها تكلمه عن عمر ابنه، وبتعرفه انه مش عايز يدرس هندسه وعايز يتعلم مزيكا. فبيعرفها سيف ان عمر خلاص جاب مجموع هندسه وعمل التنسيق، فبتصدمه انه عمل التنسيق من غير ما يقدم، وبتحاول تفهمه ان ابنه طالع له وبيحب المزيكا زيه. فبينفعل سيف وبيطلب منها انها ما تتدخلش، وده لانه لما والده توفى قرر يدخل هندسه عشان يساعدها وعشان اهلهم ما يقولوش عليها انها فشلت في تربيته بعد وفاه والده. فبتعرفه زوزو انها ما طلبتش منه ده وانها كانت هتسنده لو قرر يروح للمجال اللي بيحبه. فبينفعل سيف اكتر وبيعرفها انه عايز ابنه يبقى مهندس مش آلاتي، وبيسيبها وبيخرج. وبتخرج زوزو وبتكتشف انه مشي، فبتطلب منهم انهم يسيبوا الاحفاد يباتوا معاها. وفي الوقت ده بيرن الجرس وبيروح احمد يفتح الباب، فبيتفاجئ بوجود اسماعيل وبيرحب بيه جدا وبيصمم انه يدخل. وبتضايق زوزو وبتتاكد ان الزياره دي معناها ان هو المتورط في الحادثه اللي حصلت لها. فبيعرف اسماعيل ان كل اخبار الناس اللي بيشتغلوا في مجاله بتوصل له اول باول، وبيعرض عليها يصلح لها العربيه او يجيب لها عربيه جديده. فبترفض زوزو عرضه وبتطلب منه يمشي، وبيخرج احمد عشان يوصله وبيطلب منه انه يشوفه. فبيعزمه اسماعيل انه يزوره في البيت، وبيدخل احمد فبتطلب منه زوزو تتكلم معاه، وبتحاول تقنعه ان تصرفه تجاه بنته حبيبه غلط وممكن يتسبب لها في مشكله نفسيه طول حياتها. فبيعرف احمد انه لازم يضحي بنفر من ولاده عشان الباقيين، وبتضايق زوزو من طريقه كلامه وبتعرفه انه ولاده مش ركاب في ميكروباص، وبتحاول تقنعه انه يتعامل مع البنت زي ما بيعامل الولاد، وبتقترح عليه انها تشارك معاه في مصاريف المدرسه وتديله فرق الفلوس اللي ما بين مصاريف المدرسه الناشونال والانترناشونال. وبعد شويه بتدخل زوزو عشان تنام، فبتسمع اصوات كركبه في الشقه اللي تحتها، وبيظهر عليها انها قلقانه وبتحاول تطمن نفسها. وفي الوقت ده بيدخل ياسين وبيطلب منها ينام جنبها لانه قلقان عليها ومش هيعرف ينام غير جنبها، وبتحاول انها ترفض لانها مش بتعرف تنام جنب حد، ولكن هو بيقنعها. فبتساله عن النضاره الغريبه اللي شافتها معاه، وبيظهر ان ياسين معاه نفس التطبيق اللي مع حنان، وبيشوف شخصيه بالذكاء الاصطناعي اسمها جوليا، وبيدي لزوزو النضاره عشان تجرب. ولما بتشوف جوليا بتتخض وبتفتكرها عفريت، فبيفهمها ياسين ان ده تطبيق ذكاء اصطناعي مش عفريت. فبتطلب منه يجيب لها نضاره زيه لانها عايزه تعرف كل اللي هم بيعرفوه. ولما بيبداوا يناموا بيظهر ان في كائنات معاهم في الاوضه، وبيظهر ان زوزو مصممه تنام مهما حصل وانها مش خايفه. والصبح
الصبح بتبدأ ياسمين تطلع لايف، وبيظهر انها بتتكلم في كل تفاصيل حياتها وبتحكي للمتابعين عن مشكلة اخوها عمر مع والدهم. وفي الوقت ده بيدخل عمر وبيتخانق معها وبيطلب منها تمسح الفيديو لانه مش عايزها تجيب سيرة في اللايفات بتاعتها، فبتعرفه انه جزء من حياتها ولازم تتكلم عنه. ولما صوتهم بيعلى بتبقى زوزو في المطبخ وبتسمعهم، فبتحاول تخليهم يهدوا وما يتخانقوش مع بعض. وفي نفس الوقت بيخرج احمد وبيعرف منى انه موافق ان حبيبه تدخل نفس المدرسه مع اخواتها، وبيخبي عليها الكلام اللي كان بينه هو وزوزو. وبيظهر ان منى فرحانه جدا انه اخيرا وافق على رايها، فبيطلب منها انه لو احتاج فلوس في اي وقت تحاول تساعده، فبتعرفه انها بتعمل كل اللي تقدر عليه وانها بتشارك بكل مرتبها في مصاريف البيت، فبيعرفها انه لو احتاج فلوس تحاول تتصرف او تبيع من ذهبها. وفي الوقت ده بتبقى هبه مع مصطفى وبتطلب منه انهم يخرجوا مع بعض، فبيعرفها انه مرتبط بميعاد مع اصحابه يظهر انه مشغول عنها طول الوقت، فبتحاول تقنعه انه لازم يبقى معاه شويه ويبطل يلعب مع اولادهم ويكبر شويه، فبيعرفها انه كده مرتاح. وبيطلب منها انها لو عايزه تفضل زي ما هي سيده مجتمع ومهتمه بالكلاب والقطط براحتها، ولو عايزه تبقى معاه يبقى لازم يبقى ليها نفس اهتماماته. وبنعرف ان بنتهم ديجا في مشاكل بينها وبين صاحبتها، وانهم بيخرجوا من غيرها وهي طول الوقت منعزله، ولما بتشوف صور لصاحبتها مع بعض بتتضايق وبتكلم صاحبتها وبتلومها وبتعيط. وبنشوف ياسين وبيبقى طلب النضارة لتيتا زوزو وبيعرفها تفاصيل التطبيق وبيفهمها تتعامل معاه ازاي، فبتطلب منه ان الموضوع يفضل سر ما بينهم، فبيوافق، وده لان هو كمان والده ما يعرفش انه معاه النضاره. وفي الوقت ده بيتسمع صوت خالد وبيبقى واضح ان اولاد اخواته فرحانين لانهم شافوه، وده لانه مش بيقابلهم كتير. وبيطمن على زوزو وبيبقى عايز يمشي بسرعه عشان عايز ينام، فبتقترح عليه زوزو انه يدخل ينام في اوضته، فبيعرف انه اكيد مش هيعرف ينام بسبب وجود اولاد اخواته وبيخرج وهو مستعجل. وبالليل بتبقى زوزو فرحانه ان احفادها ناموا وان اخيرا هتحس بالهدوء شويه، وبتقرر تستخدم الابلكيشن عشان تفهم موضوع الذكاء الاصطناعي، فبتكتشف ان تليفونها اختفى، وبتتكلم مع العفاريت وبتطلب منهم يرجعوا لها التليفون، وبتهددهم انها لو فتحت عينيها في خلال 3 ثواني وما لقتش التليفون هتعمل حاجات مش لطيفه. وفعلا بتغمض عينيها وبتعد لتلاتة وبتلاقي التليفون قدامها، فبتلبس النظارة وبتقرر انها تسمي الشخصية اللي هتطلبها رشدي على اسم رشدي أباظة، وبتطلب الشخصية. ولما بيبقى قدامها اول سؤال بيسأله احنا فين، ولما بتعرفه انه نزل مصر بيظهر انه متضايق، فبتعرفه زوزو انه ليه الشرف انه يبقى في مصر، فبيبدا يكلمها بالطريقه اللي كان بيتكلم بيها مع حنان، فبتستغرب زوزو من طريقه كلامه المنحطه، وبيبدا يغني لها اغاني شعبي ويرقص ويطلب منها انها ترقص معاه، فبتتضايق. وبتعرفه انها دكتوره في الجامعه وان اللي بيعمله ده ما يصحش، وبتشيل النضاره عشان تمشيه، وبتتضايق لانها كانت فاكره انها هتاخد منه معلومات وهيفيدها في ابحاثها. وبعدها بتروح زوزو عشان تقابل يوسف في مكتب العميد اللي بيحاول يصالحهم، فبينفعل يوسف وبيعرف العميد انه هيقدمها للتحقيق، وده لانه رئيس القسم اللي هي فيه، فبتعرفه زوزو انها فاهمه سبب كرهه ليها، وده لانها كانت بتطلع الاولى على الدفعه لما كانوا بيدرسوا مع بعض، وكمان بتفهمه انها عارفه انه ناقل رساله الماجستير بتاعته من جامعه في استراليا وما اتكلمتش لما اتهمها بسرقه الابحاث. وبتعرف العميد انها عايزه اجازه مرضيه، وبتحاول تفهم يوسف انها لو ما كانتش اتدخلت ومنعت الشحنه اللي هو وافق على دخولها كان حد غيرها هيتدخل ويمنعها. وبترجع زوزو للبيت وبتقابل سالم واللي بيبقى مستنيها في مدخل البيت، وبيطلب منها انها تعزمه على الغدا عشان الست اللي جابها له ابنه تساعده في البيت طبخها مش بيعجبه، فبتطلب منه يروح السوبر ماركت ويجيب لها رز. ولما بتطلع بتقابل عمر على باب الشقه وبيعرفها ان والده طرده، وبتدخل وبتكلم سيف وبتعرفه ان اللي عمله غلط وانه ما يصحش يطرد ابنه، وبتحاول تطمن عمر وبتعرفه انها تعمله الغدا وانها طلبت من سالم يجيب لهم رز، وبتحاول تضحكه. وفي الوقت ده بيحضنها عمر وبيعرفها انه بيحبها جدا. وبعدها بيوصل سالم وبيتكلموا عن تصرفات ولادها وابنه، وبيظهر انه مش راضي عن الجيل ده كله، فبتطلب منه زوزو يساعدها ويعمل معاها الاكل. وبعد ما بيخلصوا الاكل وبيبقوا بيتغدوا مع عمر، بيسالوا سالم عن نوع المزيكا اللي بيحبه، وبيقترح عليه انه يدخل اكاديميه يتعلم فيها المزيكا عشان يرضي والده ويحقق اللي هو عايزه. فبيعرفهم عمر انه مش عايز يدرس المزيكا اللي زي بتاعت عبد الحليم وعبد الوهاب، فبتعرفوا زوزو انه غلطان وان عمره ما هيقدر يعمل مزيكا زيهم. فبيحاول سالم يقنعه ان الجيل ده عباقره وبيبقى عايز يعرف هو بيسمع مين، ايهاب توفيق ولا الحجار ولا محمد الحلو. فبتبدا زوزو تضحك على كلامه وبتعرفه ان دول جيلهم هم مش جيل الشباب الجديد. وبيعرفهم عمر انه بيحب يسمع ويجز وابي يوسف، وبيبدا يسمعهم اغاني ليهم، وبيظهر ان سالم مش فاهم الاغنيه لكن بتعجبه. وفي الوقت ده بيبقى احمد بيتغدى مع اسماعيل اللي بيطلب منه انه يقنع زوزو تشتغل معاه. وعلى الناحيه الثانيه بنشوف زوزو وهي بتتكلم مع سيف وبتحاول تقنعه انه يغير اسلوب تعامله مع عمر، وبتنصحه انه يقرب منه ويعامله كانهم صحاب. وبعدها بتبقى زوزو قاعده بتراجع خططها لنفسها تعملها والسفريات اللي عايزه تروحها، فبيرن الجرس وبتتفاجئ ان ياسين جاي لوحده، فبتكلم منى وبتعرفها انهم ما ينفعش يسيبوا الاولاد يجوا لها لوحدهم وانهم لازم يخافوا عليهم، فبتعرفها منى
انها كانت بتتابعه طول الرحله وانها كانت مشغوله مع اخواته في التمرين، فبتساله زوزو عن السبب اللي خلاه يجي لها لوحده، فبيكلمها بصوت واطي وبيسالها هي عملت ايه في الابلكيشن، وبتطلب منه تتعرف على شخصيه جوليا اللي معاه في الابلكيشن، فبتلبس نظارته وبتبدا تتكلم معاه وبتحاول تفهم منها وما بيتكلموا في ايه، فبترفض جوليا انها تحكي لها وبتعرفها ان اللي بينهم سر، فبتضايق زوزو وبتحاول تفهم من ياسين ايه شكل العلاقه بينه وبين جوليا، فبيحاول ياسين يفهمها انهم مجرد صحاب وانه مبسوط لان عنده حد بيتكلم معاه ومش بيخرج الاسرار اللي بينهم، فبتبدا تسال جوليا عن رايها في ياسين، وبيظهر من كلامها انه مفهمها انه اخر راجل على الارض وانه واجه صعوبات كتير عشان يقدر ينجو ويبقى رئيس العالم كله وكل الستات بتخدمه، فبتضحك زوزو لما بتعرف انه بيكذب عليها ومفهمها معلومات غلط عنه، فبيعرفها ان ده سيستم هو حاطه عشان يعرف يتعامل معاها، وبيقترح عليها انها تجرب الابلكيشن بتاعها بعد ما ظبط لها الاعدادات. وفي الوقت ده بيوصل احمد وبيطلب منها انهم يتكلموا لوحدهم، وبيعرفها انه مش موافق انها تدفع لبنته مصاريف المدرسه وانه قرر انه يدخلها مدرسه عاديه، فبتحاول زوزو تفهم منه هو عايز ايه، وبتلاحظ انه بيحاول يلف ويدور في الكلام، فبيعرفها انها لو وافقت على حاجه معينه بنته هتدخل المدرسه ومش هيحتاج ياخد منها فلوس، ولما بتعرف العرض اللي عرضه عليها اسماعيل بتتضايق وبتطلب من احمد ينسى الكلام اللي حصل ده كله، وبتفكره انها حذرته قبل كده وطلبت منه يبعد عن اسماعيل، ولما بيسالها هيرد عليه يقول له ايه بتطرده، وبتطلب منه ياخد ياسين ويمشي، وبعدها بتقرر تستخدم الابلكيشن وبتظهر لها شخصيه رشدي وبيبدا يتكلم معاها بالفصحى، فبتستغرب لانه مره يتكلم كانه شبح ومره ثانيه كانه حكيم، وبيعرفها ان ده طلب الابلكيشن وعشان كده هو جمع كل الحكم والمقولات اللي قالها الفلاسفه، ولما بيرجع يتكلم بلغه الاشباح بتقرر تشيل النضاره عشان تخرج من الابلكيشن. والصبح بتصحى زوزو على مكالمه من ياسمين وبتطلب منها تروح لها القسم، وبتوصل زوزو للقسم وبيعرفها الضابط انه كان هيكلم والدها بس هي طلبت يكلموها هي، وبيبقى سبب وجودها في القسم انها كانت بتصور ناس في الشارع وبتعمل فيهم مقالب وبتاذيهم، فبتحاول ياسمين انها تعرف زوزو انها كانت بتعمل مقالب دمها خفيف، فبترد عليها زوزو وبتفهمها ان المقالب دي دمها خفيف بالنسبه لها، وبيعرفها الضابط ان واحد زميلهم لما حاول يتكلم معاها بالذوق تطاولت عليه ورفضت تمسح الصور، فبتحاول زوزو تبرر للضابط ان البنت صغيره ومتهوره وبتطلب منها انها تدي لها التليفون عشان تمسح الصور بنفسها. وفي الوقت ده بيوصل سيف وبيحاول يفهم اللي حصل وسبب وجود بنته في القسم، وبيرجعوا للبيت وبيبقى واضح على سيف انه متضايق بسبب تصرفات ياسمين اللي بتثبت له انه ما عرفش يربيها، وبيهددها انه هيقفلها الاكونتات بتاعتها ويسحب منها التليفون، فبتحاول زوزو تتدخل وبتطلب منه يسيبها تبات عندها، فبينفعل سيف وبيعرفها انه كفايه عليه انه مش عارف يتعامل مع عمر، وبيخرج وهو متعصب. وفي الوقت ده بتبقى هبه على الباب وبتستغرب من عصبيته وبتدخل تسال زوزو عن اللي بيحصل، فبتطمنها زوزو انه موضوع بينها وبين سيف، فبتطلب منها هبه انها تتكلم معاها، وبيظهر على زوزو انها قلقانه وحاسه انها جايه لها بمشكله، وبتبدا هبه تكلمها انها شاكه في جوزها وحاسه انه بيخونها، فبتعرفها زوزو انه ممكن يبقى احساسها غلط وبتنصحها تهتم بجوزها وتبطل الاجتماعات والانشغال الفارغ اللي في حياتها، فبتعرفها هبه انها مشغوله في الجمعيه اللي بتشتغل فيها عشان يساعدوا كلاب الشارع وانها كمان مشغوله في تربيه الاولاد، فبتنصحها زوزو تهتم بجوزها وتحاول تقرب منه ويخرجوا مع بعض ويعيشوا سنهم عشان يبطل يروح يسهر مع اصحابه ويبقى بعيد عنها، فبتقرر هبه تسيب ولادها عند زوزو وتروح عشان تنفذ اللي هي بتطلبه منها. وبعدها بتبقى زوزو قاعده بتراجع ابحاثها وبتذاكر لكن مش بتقدر تكمل بسبب ان ادم بيقاطعها وبيطلب منها تلعب معاه، فبتحاول تفهمه انها بتذاكر وانه يحاول يلعب مع اخته. وفي الوقت ده بتلاحظ ان ياسمين بتحاول تخرج من البيت، ولما بتسالها بتعرفها انها نازله تقابل صحابها، فبتعرف انها بتكذب عليها وبتطلب منها انهم يتكلموا لوحدهم، وبيظهر ان زوزو اتضايقت لما عرفت ان ياسمين عايزه تنزل عشان تصور مقالب تاني، فبتحاول ياسمين تفهمها انها لازم تعمل كده عشان الصفحه بتاعتها الريتش فيها بيقع، وبتقنعها ان عادي تعمل مقالب في الناس طالما الغرض من كده انها تهزر وبس، فبتقترح عليها زوزو انها تبطل مقالب وتجرب انها تعمل تحديات وتصورها عشان ترجع الريتش، فبيعجبها الاقتراح وبتطلب منها تساعدها في التحديات. وبعد شويه بتخرج زوزو وبيبقى واضح انها استعانت برشدي عشان يديها افكار للتحديات، وبتعرف ياسمين هي المفروض تعمل ايه، وبتتفاجئ ان ياسمين بتورطها وبتطلب منها تصور مع التحدي واللي بيبقى عباره عن تحدي سندوتشات الحظ، وكل واحد فيها يختار ورقه فيها المكون اللي هيبقى في السندوتش واللي هيطلع من حظه حاجه لازم ياكلها، وبيظهر ان المكونات اللي كانت من حظ زوزو متلخبطه بين حلو وحادق، وبعدها بتطلب منها ياسمين انها تصور معاها تحدي اكل تاني وبعده تحدي ميك اب. وبعد ما بيخلصوا تحديات بيوصل عمر وبيبقى مش فاهم اللي بيحصل، وبيعرف زوزو ان والده بعد اللي حصل من ياسمين كلمه وانفعل عليه واتهمه ان هو السبب في كل حاجه. وفي الوقت ده بتلاحظ زوزو ان ديجا ما اشتركتش معاهم في لعبه التحديات، فبتدخل عشان تشوفها وبتحاول تفهمها انها حاسه بيها وعارفه ليه هي طول الوقت لوحدها. وبيدخل ادم وبيبقى بيكلم خالد اللي بيطلب منه انه يكلم تيتا زوزو، وبيعرفها انه هيجي يقضي معاها اجازه الاسبوع، فبتعرف عمر وياسمين ان خالد هيجي يقضي معاها كام يوم. وبعدها بتبدا زوزو وتجهز لزياره خالد وبتدخل تنظف اوضته وبتدعي ان الزياره تعدي على خير، وبعدها بتجهز الفطار لاحفادها وبتطلب منهم انهم ياكلوا عشان بعد الاكل هتوديهم النادي، فبتعرفها ياسمين ان والدها لما عرف ان خالد جاي كلمها عشان يعدي عليها بعد شغله ويرجعها للبيت. وبعدها بنشوف سيف وهو بيكلم هبه عشان يقنعها
انها تجيب ولادها من عند زوزو لانه خايف عليهم من خالد، وشايفه بيحاول يقنعهم بافكاره اللي هو معترض عليها. وبيروح خالد للبيت وبيبقى ما فيش حد غير ديجا ونايمه على الكرسي، وبيظهر انه متضايق بسبب الفوضى اللي عاملينها ولاد اخواته، فبيبدا يظبط في البيت وبيرجع كل حاجه مكانها. وبترجع زوزو من النادي ولما بتلاحظ ان البيت مترتب بتعرف ان خالد وصل، فبتطلب من ادم انه يدخل اوضته لحد ما تسلم على خاله. وبتدخل على خالد وبتعرفه انه وحشها جدا، وبتعرفه انها تعمله الاكل عشان يقعدوا يتكلموا مع بعض. وفي الوقت ده بيجي ادم وبيحاول يدخل عشان يسلم على خالد، فبتمنعه زوزو لانها عارفه انه عايز يعمل مقلبه المعتاده. وبعدها بتبقى زوزو جهزت الاكل لخالد، فبتقترح عليه انه يفضل بايت معاها يوم كمان وهي تعمله الاكل اللي بيحبه. فبيفتكر انها عايز تعمل كده عشان تقنعه يقابل عروسه من اللي بتجيبهم له، فبتعرفه انها عايزه تعمل حفله لديجا وتعزم صحابها عشان ملاحظه انها طول الوقت لوحدها. فبيحاول خالد يفهمها انه بيجي عشان يرتاح وانه مش عايز حفلات ودوشه، فبتهدده انها تعزم صاحبتها وبنتها عشان تدبسه في مقابله عروسه، فبيوافق على الحفله. وبيدخل لديجا وبيحاول يفهم هي ليه زعلانه، فبتعرفه انها حاسه نفسها مختلفه وسط اصحابها مع انها بتحبهم. فبيحاول خالد يفهمها ان ده مش وحش وانها عادي تبقى مختلفه عن صحابه ويبقى بينهم كل حب واحترام. وبيعرفها ان هي شبهه لان هو وهو صغير ما كانش عنده صحاب، لكن اكتشف ان دي ميزه وان ده خلاها يدخل دوائر تانيه ويتعرف على ناس جديده. والصبح بيبدا خالد يجهز للحفله مع زوزو وادم، ولما بيجي ميعاد الحفله بيتاخر صحاب ديجا، ولما بيلاحظوا انها اتضايقت بيقرروا انهم يبداوا الحفله وبيحاولوا يسعدوها، وبيغني لها خالد وبيقدر يفرحها. وفي الوقت ده بيوصلوا اصحابها وبيشاركوها في الحفله، وبعدها بيظهر انهم معجبين بخالد وبيطلبوا يتصوروا معاه. وفي الوقت ده بتتفاجئ زوزو بوجود سالي اللي بتصدمها انها حامل من خالد. وفي نفس الوقت بتقرر هبه انها تعمل مفاجاه لمصطفى وبتروح له الفندق اللي هو فيه، وبتتصدم لما بتشوفه مع واحده تانية. وبنشوف سالي وهي بتحاول تقنع زوزو انها حامل من خالد، واللي بيبقى مصمم انها كدابه. وفي الوقت ده بيبقى اصحاب ديجا بيتريقوا على الموقف اللي حصل مع خالد وبيسيبوها ويمشوا، وبيظهر انها بقت متضايقه اكتر ونفسيتها بقت اسوأ. وبيدخل ادم وبيعرف زوزو ان اصحاب ديجا مشيوا، فبتطلب منه زوزو انه يدخل اوضته. وبيبدا الخلاف بين خالد وسالي، فبتقرر زوزو انها تمثل انها تعبانه، فبتتعاطف مع سالي وبتعترف لها انها كانت بتكذب عشان خالد كان رافض يرد عليها. وبتحاول زوزو تقنع خالد انه يتجوز سالي لانها شايفاها غلبانه وبتحبه، وان اخر الحب لازم يبقى الجواز. فبيرفض خالد اقتراحها وبيعرفها انه مقتنع ان الجواز هو اللي بيتسبب في ان الحب ينتهي وبيقضي على اي حاجه حلوه بين اتنين. ولما بتساله هو بيحب سالي ولا لا، بيظهر انه مش عارف يحدد مشاعره تجاهها. وبيزيد الخلاف بين هبه ومصطفى، وبتتهمه انه هيفضل يعمل تصرفات مراهقين وكانه لسه طالب وناسي يهتم ببيته واولاده. فبيبدا مصطفى ينفعل عليها وبيعرفها انها مش من حقها تتضايق، وده لانه معيشها في مستوى مادي اعلى بكتير من اللي كانت عايشه فيه في بيت اهلها. ولما بيحس انه ما كانش ينفع يعمل كده بيعتذرها عن كلامه. وبنشوف زوزو وهي بتتكلم مع رشدي اباظه، وبتساله عن سبب الاختلاف اللي بيحصل كل شويه في طريقه كلامه. فبيحكي لها عن اللي حصل له مع حنان، وبيعرفها انه ما عندوش فكره عن سبب التعديلات اللي كل شويه بتحصل له، وبيتمنى انهم يتعاملوا معاه بادميه شويه. فبتستغرب زوزو لانها عارفه انه ذكاء اصطناعي مش ادمي، فبيعرفها انه ذكاء اصطناعي ويقدر يساعدها وانه مع الوقت هيبقى شبه البني ادمين بالظبط. فبتبدا زوزو تعمله اختبارات عشان تعرف قدراته، وبيظهر انه مش قادر يفهم الفزوره، وبيسالها عن السبب اللي بيخليها تسيب الشقه كلها وتقعد في البلكونه. فبتعرفه انها سايبه الشقه لريناد وعماد العفاريت. وبيظهر ان رشدي خايف، فبتحاول تطمنه وبتعرفه انهم بيطلعوها هي بس وانه كده كده مش هيقدر يشوفهم لانه ذكاء اصطناعي. فبيسالها عن حكايه العفاريت، فبتعرفوا انهم حبيب وحبيبه وحصلت لهم جريمه قتل. فبيستغرب رشدي ان ده ممكن يحصل بين اتنين بيحبوا بعض، فبتعرفوا زوزو ان العصر ده ممكن يحصل في اي حاجه، وبتبدا تحكي له القصه من اولها. وبنعرف ريناد وعماد كانوا اتنين مخطوبين واجروا من زوزو شقه خالد اللي قرر يسيبها وينقل لمكان تاني، وانهم كانوا بيحبوا بعض وبيعاملوها كانها والدتهم. وبنعرف ان ريناد حكت لها عن زميلها كريم اللي كان بيحبها في الجامعه، ولما عرف انها اتخطبت وهتتجوز قرر انه يرجع يطاردها ويبعت لها رسائل تهديد. وفي الفرح نفذ كريم تهديده وقتل ريناد وعماد. وبيظهر ان زوزو مستغربه من النهايه الحزينه اللي حصلت لشابين زيهم، ومستغربه اكتر من تعاطف الناس مع المجرم في وقتها. وبتعرف رشدي ان ارواحهم موجوده ولسه بتسمع صوت نقل العفش ودوشه في شقتهم بسبب انهم اكيد مش مرتاحين لان الجاني لسه متعدمش وفي ناس كتير متعاطفه معاه. فبيحاول رشدي يقنعها ان دي خرافات وما ينفعش انها تصدقها لانها دكتوره ومتعلمه. فبتطلب منه زوزو انه يلتفت وراه ويشوف بنفسه، ولما بيلتفت بيشوفهم بلبس الفرح ولكنه بينكر انه شافهم. وبيعرفها انه اتخض بسبب ان هي اللي هيئت له الجو، وده خلاه يحس بطاقه غريبه وراه، وبيأكد لها انه مش مقتنع بوجود العفاريت. والصبح بنشوف مصطفى وهو بيحاول يصالح هبه وبيجيب لها هديه، لكنها بتبقى لسه زعلانه بسبب انه شايفها اتجوزته عشان الهدايا والفسح والفلوس. فبيأكد لها انه بيحبها وانه اختارها من وسط كل البنات اللي كانوا حواليه عشان شايفها مختلفه، وبيرجع يقنعها انه ما بيخونهاش وانه بيحبها، وبيترجاها توافق انها تجهز عشان يخرجوا مع بعض. وبعدها بنشوف زوزو وهي في النادي عشان تحضر ماتش كره لياسين، واللي في الوقت ده بيبقى مع احمد اللي بيشجعه،
وبيوعده انه عامله مفاجاه بعد الماتش عشان يحمسه، وبيبقى بيتمنى انه يشوفه زي مو صلاح. وفي الوقت ده بتوصل مكالمه لزوزو من ياسمين وبتطلب منها انها تلحقها لانها وقع في مشكله، وبتعرفها ان الاكونت بتاعها اتسرق. فبتسالها زوزو هي ليه بعت لها رساله وبتطلب منها فلوس، فبتعرفها ان الاكونت بتاعها حد هكره وبعت رسائل لكل الناس يطلب منهم فلوس عشان ينصب عليهم، وبتبقى شايفه انها في كارثه لانها تخسر الاكونت بتاعها والمتابعين اللي هي مهتمه جدا بيهم. فبتحاول زوزو تطمنها وبتقترح عليها انها تطلب مساعده صحابها، ولو ما قدروش يعملوا حاجه هتروح معاها تبلغ في مباحث الانترنت. وبعدها بتوصل زوزو للمكان اللي فيه ماتش ياسين، وبيظهر ان احمد بيضغط عليه بتشجيعه وبيطلب منه حاجات كتير، فبتحاول زوزو تهديه عشان ياسين يقدر يلعب بشكل احسن. وفي نفس الوقت بتبقى ياسمين مع اصحابها اللي بيقترحوا عليها انها تشوف هاكر وتحاول ترجع الاكونت بتاعها اللي اتسرق، وكمان تهكر اكونت زميلتها اللي بتنافسها. فبتعرفهم ان الهاكر اكيد هيطلب منها فلوس كتير، وعشان كده هي هتعمل اللي اقترحته عليها زوزو. لكن بتقنعها صاحبتها انها تقابل اخوها علي اللي ممكن يساعدها انها ترجع الاكونت لانه بيشتغل في البرمجه. وبيخلص الماتش وبيبقى فريق ياسين هو اللي خسر، فبيبدا احمد يلومه لانه عايزه يبقى لاعب كبير ويكسب فلوس كتير. فبتحاول زوزو تتدخل وتخفف الموقف عن ياسين، فبينفعل احمد وبيعرفها انه اكيد مش هيعرف يتكلم مع ابنه في وجودها لانها بتدلعه. فبتبدا زوزو تواسي ياسين وبتعرفه ان الكره مكسب وخساره وانه اكيد المره الجايه هيكسب. وبيظهر على ياسين انه محبط، فبتحاول زوزو تخفف عنه وبيعرفها ان والده مصر يخليه يلعب كوره عشان عايزه يكسب فلوس كتير ومش بيحب الكوره ونفسه يلعب شطرنج. فبتحاول زوزو تهديه وبتقترح عليه انه يروح يبات عندها، وبيجي احمد وبيبقى واضح انه متعصب، فبتطلب منه زوزو يسيب ياسين يروح معاها. فبيحاول يستغل الفرصة ويرجع يكرر طلبه بانها توافق تشتغل مع اسماعيل، فبتعرفه انه مش هيقدر يلوي ايديها وانها مستحيل توافق. فبيعرفها انه مش عايز ياسين يبات عندها عشان اخواته هيزعلوا ويقولوا اشمعنى هو، فبتعرفه انها مستعدة تعدي عليهم وتاخدهم معاها. وبترجع زوزو للبيت ومعاها ياسين واخواته، وبيظهر عليه انه متضايق جدا، فبتدخل اوضتها مع حبيبة وحمزة عشان يفكروا هما ممكن يعملوا ايه عشان يفرحوا ياسين. فبيقترح عليها انها تعمل لهم الاكلة اللي بيحبوها، فبتوعدهم انها تعمل لهم كل حاجة بس لازم يفرحوا ياسين الاول. وبتخرج وبتحاول انها تسعده وبتغني له وبتعمل لهم الاكل اللي بيحبوه. وبعدها بتبقى هبه مع مصطفى وبيتعشوا في مكان رومانسي وبيحاول يصالحها، فبتعرفه انها ضحت بحلمها في انها تمثل عشانه. فبيعرفها انه مقدر كل اللي هي عملته وبيعرفها انه بيحبها ومستحيل يخونها. وفي الوقت ده بيجي له رساله، فبيحاول يخبي عليها وبيعرفها انها من واحد صاحبه. ولما بيرجعوا البيت بتقرر تاخد تليفونه وبتسمع الرسائل اللي عليه، وبتكتشف انها من البنت اللي شافته معاها. وفي الوقت ده بتبقى منى بتحاول تقنع زوزو انها توافق على عرض اسماعيل عشان احمد يوافق انه يدخل حبيبه نفس المدرسه مع اخوها. ولما بتحاول زوزو تقنعها انها تبطل تضغط عليها لانها عرضت على احمد انها تساعده في المصاريف وهو رجع في كلامه، بتتهمها منى انها بتفرق في المعامله بينها وبين هبه وانها بتحب ولاد اختها اكتر، مع انها ماديا مرتاحه عنها وجوزها غني وعنده فلوس كتير، وبتطلب منها تعمل اللي يريحها وبتسيبها وبتمشي. وبعدها بتبقى بتتكلم مع رشدي اللي بيحاول يفهمها انها لازم الاول تقعد مع اسماعيل قبل ما ترفض عرضه، فبتعرفه انه عايزها تشتغل معاه عشان ينتقم منها بسبب اللي عملته معاه. فبيعرفها رشدي انه شايف انها لازم تشتغل معاه بسبب ان ظروفها الماديه سيئه وتعتبر من محدود الدخل، وكمان تستغل الفرصه دي وتحقق احلامها في شغلها، ولو ما عجبهاش الشغل مع اسماعيل تبقى تسيبه. وفي الوقت ده بتتفاجئ ان هبه جايه ومعاها اولادها وشنط هدومها، وبتعرفها انها عايزه تتطلق. فبتحاول زوزو تهديها وبتقنعها ان احساسها غلط وان جوزها اكيد مش بيخونها، وبتعرفها ان هي اللي حبته ووقتها كانت صغيره جدا وصممت تتجوزه فلازم تتحمل نتائج اختياراتها، وبتعرفها ان الطلاق اسوأ حاجه ممكن تتعرض لها، وبتطلب منها انها تفضل معاها كام يوم لحد ما اعصابها تستريح. وبتروح زوزو وبتتكلم مع رشدي عن مشكله هبه، فبيقترح عليها حل مناسب للمشكله وهي انها تحاول توصل لهم انهم محتاجين لبعض وبيكلموا بعض، وفي الوقت ده هيحس كل واحد منهم بقيمه التاني وهيتمسك بيه. والصبح بتكتشف هبه ان ادم مش موجود في البيت، فبتقترح عليها زوزو انها تكلم مصطفى وتساله لانه ممكن يبقى عنده، فبترفض وبتقرر انها تنزل تدور عليه في الشوارع. وبتفكر زوزو تروح وتسال عليه عند سالم لانه ما يعرفش غيره في المنطقه، وبتوصل وبتسال سالم فبيعرفها ان ما جاش عنده، وبيقترح عليها انها تدوق الاكله الجديده اللي عملها، فبتوافق لانها عايزه تجبر بخاطره لانه بيعمل اكل لنفسه وهو رجله مكسوره. وبعد ما بتدوق الاكل بيفكرها ياسين انهم لازم يرجعوا يدوروا على ادم، فبيعرفهم سالم انه ممكن يبقى مستخبي وبيعمل فيهم مقلب من مقلبه، وبتبقى زوزو متاكده من ده بس مش قادره تعرف هو ممكن يبقى مستخبى فين. فبيقترح عليها ياسين انها تدور في الشقه اللي تحتهم، فبتطلب منه ما يفتحش موضوع الشقه دي تاني خالص. وفي الوقت ده بتبقى هبه مش عارفه توصل لادم، فبتقرر تتصل بمصطفى وبتبلغه باللي حصل، وبيروحوا للاسم عشان يعملوا بلاغ باختفاء ابنهم. فبيعرفهم الضابط ان ده مش ممكن يحصل قبل ما يعدي 48 ساعه لاختفائه، وبيسالهم لو انهم زعلوا الولد
او يضايقوه، فبتحلف هبه ان ده ما حصلش وان ابنهم ملاك. وفي الوقت ده بتوصل زوزو وبتعرف الضابط انه ممكن يبقى مستخبي عشان يعمل فيهم مقلب، وبتتريق انها بقت بتيجي الاسم كتير، وبتطلب الضابط يناديها ويقول لها زوزو زي احفادها. وبعدها بنعرف ان زوزو هي اللي خططت وودت ادم عند سالم عشان هبه ومصطفى يرجعوا يتكلموا، ولما بيطلب منها رشدي انها ترجعه بتعرفوا ان سالم متمسك بيه لانه بينتقم له من الست اللي ابنه جايبها له تساعده في البيت وبتعامله وحش. وبنشوف ادم وهو بيمارس هوايته وبيعمل مقالب وبيخليها تفكر انها تمشي، وده اللي بيبقى سالم عايزه يحصل. وفي الوقت ده بيبقى مصطفى وهبه بيحاولوا يقنعوا زوزو انها تديهم مفتاح الشقه اللي تحت عشان يدوروا على ادم، وبيبدا خلاف بينهم وبين منى واحمد كالعاده. فبيقرر مصطفى ينزل ويكسر الباب عشان يدور على ابنه، ولما بيفتح باب الشقه بيتفاجئ ان الشرطه جايبين ادم وبيطلبوا من زوزو تخرج معاهم، وبيسالها عن اللي عملته وبياكد لها انها كده هتتورط في محضر ازعاج سلطات او هيتورط سالم في جريمه خطف. فبتحاول تعتذر له وبتعرفه انه زي ابنها وانها مش تعمل كده مره تانية، وبتدخل وبتفهمهم ان ادم كان تايه ومعرفش يرجع وانه عشان كده بيكذب وبيحكي لهم مغامرات، وبتطلب من هبه انها ترجع بيتها مع مصطفى. وفي الوقت ده بيسالها احمد لو انها اتكلمت مع حبيبه عشان تقنعها بالمدرسه اللي هيقدم لها فيها، فبتعرفه انها موافقه تقابل اسماعيل. والصبح بتبقى زوزو محتاجه تنزل السوق عشان تجيب نواقص البيت، فبيترجاها رشدي انه ينزل معاها عشان نفسه يشوف الشوارع ويعرف الناس بتتعامل ازاي في الطبيعه. وبتنزل زوزو مع رشدي للسوق وبيبقى فرحان جدا وبيدعي لها انها وافقت ينزل معاها ويشوف الناس، وبيبدا يساعدها في اختيار الخضار وفي حساب السعر بدقه. وبعدها بنشوف مصطفى وهبه وهما في الملاهي مع اولادهم عشان يحاولوا يعوضوهم عن الفتره اللي انشغلوا فيها عنهم. وفي نفس الوقت بيروح احمد وبيعرف زوزو انه استلف فلوس من اسماعيل ومضى على نفسه شيكات، فبتساله هو عمل كده مقابل ايه، فبيعرفها انه عايزها تشتغل معاه وانها لو ما وافقتش هيقدم الشيكات اللي معاه للنيابه، فبتعرفه انها مش مجبره توافق على الشغل مع اسماعيل عشان هو مضى على نفسه شيكات. فبيحاول احمد يستعطفها وبيطلب منها تخلي بالها من ولاده لو دخل السجن. والصبح بتبقى زوزو بتفطر وبيبقى رشدي بيتكلم معاها عشان يعرف هي ناويه تعمل ايه بعد كلام احمد، وخصوصا انه شاكك انه بيكذب عليها، فبتعرفه انها هتحاول تاخد القرار الصح عشان جوز بنتها ما يدخلش السجن. فبيسالها رشدي عن احلامها، فبتعرفه ان عندها احلام كتير وكاتباهم في اجنده وحاسه انها مش هتحقق ولا حاجه فيهم. فبيحاول رشدي يفهمها ان العمر قدامها وتقدر تحقق كل اللي بتحلم بيه، فبتعرفه ان ده صعب جدا وخصوصا ان احلامها دي من اول الجواز وكانت كل ما بتحاول تحقق فيهم حاجه يحصل لها حاجه تمنعها واخرهم وفاه جوزها. وبيطلب منها رشدي انها تجيب الاجنده وتعرفه على كل احلامها، وبيعجب جدا انها لسه بتحلم تنجز حاجات في دراستها وبتحلم انها تسافر وتخرج وتستمتع بحياتها. فبيعرفها انها لسه قدامها وقت تقدر تنافس فيه كل احلامها وان ولادها كبروا وكل واحد منهم ليه حياته. فبتعرفه زوزو انها بترتاح في الكلام معاه وده ما حصلش معاها من سنين، فبيعرفها رشدي ان هو كمان بيرتاح في الكلام معاها وانها صاحبته الوحيده ومن غيرها بيحس انه يتيم. وبعد شويه بيرن الجرس وبتبقى شيرين جايه عشان تشتكي لها من تصرفات سيف، وبتعرفها انه بقى بيتعامل معاها هي واولادهم بأسوأ، فبتنصحها زوزو انها تحاول تصلح اللي بينهم وتجيب له هدايا لحد ما علاقتهم ترجع زي ما كانت. وفي الوقت ده بيبقى خالد مع مديره الشركه اللي بيعملها دعايه واللي بيبقى اسمها ريم، وبيعرفها انه كان مرتبط ببنت اسمها ريم زيها وهو صغير وقرر يسيبها. وبيظهر ان ريم تعاملاتها كلها في نطاق الشغل وبتتعامل بجديه، لكنها بتحاول تعرف منه هو ليه قرر يسيب البنت اللي كان بيحبها وهو صغير. فبيعرفها انها كانت مش جميله، فبتصدمه وبتساله عن زوزو وبتبقى هي اللي كانت معاه في المدرسه، فبيسالها عن اسباب اختفائها، فبتعرفه انها سافرت كملت دراستها في لندن، وبيسالها لو كانت ارتبطت او لا، فبتعرفه انها طبيعي ترتبط وتسيب اكتر من مره. فبيفرح خالد انها كملت في حياتها وان اللي عمله معاها ما تسببش في انها تتعقد من الارتباط. وبعدها بيظهر انهم رجعوا يتكلموا وبيحكوا لبعض عن حياتهم، وبتوصل زوزو لمقابله اسماعيل وبيبقى معاها رشدي وبيطلب منها اسماعيل تشتغل معاه، فبتساله هو بيعمل كده عشان هي تسببت في خسارته للشحنه اللي فاتت، فبيعرفها انها كان عندها حق وبتبقى شايفه انه بيحاول ينتقم منها وعشان كده ورط احمد وسلفه فلوس، فبيعرفها ان الموضوع مختلف وانه كان بيحاول يساعده مش اكتر، وبيعرفها انه عايزها تشتغل معاه عشان يوسف خسره كتير، فبتبدا تعرفه شروطها وبتفهمه انها مش بتحب تشتغل في اي شيء مخالف وانها مش تستخدم هرمونات او مواد كيماويه، فبيعرفها انه موافق وان هيديها 80,000 في الشهر، وبيطلب منها تروح معاه عشان تعين الارض بنفسها. وفي الوقت ده بيبقى رشدي شايف وراجل طيب ومعاه فلوس كتير وبيحاول يقنعها بالعرض. والصبح بتستعد زوزو عشان تروح تعين ارض اسماعيل، وبتبقى حاسه انها مش مرتاحه للعرض اللي هو قدمه لها، فبيحاول رشدي يقنعها انها لازم توافق، فبتعرفه ان السبب الوحيد اللي هيخليها توافق هو انها عايزه تساعد حفيدتها، فبيطلب منها رشدي تشتري له هدوم من الستور بتاعهم اللي على الابلكيشن، فبتوافق وبتشتري له هدوم جديده ولبس كوره. وبتروح زوزو وبتعين الارض وبتقرر تزرع فاكهه، فبيقترح عليها اسماعيل انها ترجع لشغلها في الجامعه، وبيحاول يقنعها انها لازم ما تخليش يوسف ينتصر عليها وان الطلبه اكيد محتاجين لعلمها. وبعدها بتبقى ديجا بتحاول تتكلم مع هبه ومصطفى وبيبينوا لها انهم مشغولين، فبتعرفهم انها متضايقه وبتبقى حاسه ان اصحابها بيبعدوا عنها لانها مش جميله،
وبترجع لأوضتها هي منهارة وبتحاول انتحار. وفي نفس الوقت بيبقى عمر في بيت خالد وبيعرفه انه قرر يشتغل ويتر في كافيه عشان يقدر ياخد الكورسات اللي محتاجها في المزيكا لما والده قرر ما يساعدوش، وبيعرفه ان نورة هي اللي ساعدته في انه يلاقي شغل وانها زيه بتحب المزيكا، وبيبقى اتعرف عليها مع فرقة بتعزف في الشارع. ولما بيعرض عليه خالد انه يساعده وبيعرفه انه عايز يعتمد على نفسه. وفي نفس الوقت بتبقى زوزو قاعدة بتتعشى فبيعرفها رشدي ان في واحدة اسمها ديجا عندها الاكونت نشرت فيديو عليه تفاعلات كتير، وبتشوف زوزو الفيديو وبتكتشف ان ديجا بتتكلم عن انها لوحدها ومحدش من اللي حواليها حاسس بيها، فبتحاول تكلم هبة ومصطفى ومحدش فيهم بيرد لانهم بيبقوا مشغولين، وبتبقى كل العيلة بتشوف الفيديو فبيروحوا بسرعة لبيت مصطفى، ولما بيرنوا الجرس ومحدش بيرد بيدخلوا من باب الجنينة وبيطلعوا لأوضة ديجا وبيلاقوها فقدت الوعي وبينقلوها للمستشفى، وبيظهر ان سيف اتضايق لما لاحظ ان عمر كان مع خالد، فبيحاول خالد يفهمه ان ده مش وقته وانه عايز يطمن على ديجا. وفي الوقت ده بيخرج الدكتور وبيطمنهم انهم لحقوها وانهم هيقدروا يشوفوها بعد شوية، وبتقرر زوزو انها تمشي، وبتبقى شايفة تصرفات هبة ومصطفى وخوفهم على بعض جه بعد فوات الاوان، وانهم لو كانوا بينوا حبهم ده لاولادهم ما كانش حصلت لهم كل المشاكل دي. وفي الوقت ده بيبدأ سيف يلومهم على استهتارهم واهمالهم، فبيحاول خالد يتدخل وبيعرفه ان ده مش وقت مناسب لكلامه، فبينفعل عليه سيف وبيتهمه انه عايز يخلي عمر يطلع شبهه. والصبح بتروح زوزو عشان تطمن على ديجا وبتعرفها ان اللي عملته ده غلط، ولكن هي بتبقى شايفه انها فاشله في كل حاجه حتى الانتحار، وبتعرفها انها عملت كده لانها وحيده ومحدش بيهتم بيها وان اصحابها مش بيخرجوا معاها ووالدها ووالدتها مش بيتكلموا معاها، فبتحاول زوزو تقنعها ان تفكيرها غلط وانهم كلهم بيحبوها، وبتقترح عليها انها تروح تقعد معاها عشان تعلمها شويه في السوشيال ميديا لانها مش فاهمه فيها حاجه، وبتفرج على فيديو هي عملته وبيبقى واضح انها مش عارفه تبدا ازاي، وبتقدر تضحكها وتخفف عنها. وبعدها بتيجي مكالمه لزوزو وبيعرفوها ان ديجا خلاص هتخرج من المستشفى، وبيبدا رشدي يشكرها لانها جابت له هدوم كتير، فبتعرفه انها عمرها ما اشترت حاجه اونلاين غير ليه هو، وبتعرفه انها لازم تنزل لانها قررت ترجع الجامعه واقتنعت بكلام اسماعيل ومش عايزه تسيب فرصه ليوسف انه ينتصر عليها. فبيبدا رشدي يعرفها انه شاف اسماعيل راجل طيب على عكس اللي هي كانت بتقوله، وبتوصل زوزو للجامعه وبيظهر ان يوسف اتضايق لما شافها، فبتضايقه اكتر وبتعرفه انها اخذت مكانه في الشغل مع اسماعيل وبقت هي المشرفه على الارض الزراعيه بتاعته. وبترجع زوزو للبيت وبتعرف رشدي انها فرحانه جدا وحاسه انها انتصرت على يوسف. وبعدها بيروح يوسف وبيلوم اسماعيل انه شغل زوزو مكانه، فبيعرفوا انه ناوي يلبسها مصيبه مش هتقدر تخرج منها. وبتروح زوزو الجامعه وبتقرر تاخد رشدي معاها، ولما بيشوف يوسف بيتضايق منه لانه مش بيحب زوزو وبيقدر يحرك قلمه وبيرميه عليه، وبيظهر ان ده تطور كبير في البرمجه بتاعته. وفي الوقت ده بيبقى يوسف عايز يقنع زوزو انها بقت زيه وانها لازم تستخدم الهرمونات والكيماويات وانها تبقى مجبره تسمع كلام اسماعيل، فبتعرفه ان ده مستحيل يحصل وانه لو حصل هتعتذر له قدام كل الناس. وفي الوقت ده بيظهر ان المهندس المسؤول عن برمجه رشدي مصدوم بسبب التطور اللي حصل له، وبيعرف زميله فبيستغرب منه وبيبقى شايفه بيتخيل حاجات مستحيل تحصل، وبيبقى سيف مع زمايله في كافيه وبيتكلموا عن الشغل، وبيتصدم لما بيشوف الوتر اللي جاي ياخد طلباتهم واللي بيبقى ابنه عمر. وبعدها بيبدا واحد من زمايل سيف يتخانق مع عمر لانه نزل له اوردر غلط، فبيظهر ان سيف متضايق جدا من اللي بيحصل وانه حتى مش عارف يدافع عنه ويعرفه من ابنه. وبعدها بتتصل مديره مدرسه ديجا وبتطلب من هبه انها تروح عشان تقابلها، وبتروح هي ومصطفى وبتعرفهم المديره ان بنتهم سلوكها اتغير وانها ضربت زميلاتها وبتتعامل بشكل ما يصحش مع المدرس، ونصحهم يودوها لطبيب نفسي. وبيرجع سيف للبيت وبيتخانق مع عمر لانه كسفه قدام زمايله، وبيقترح عليه انه يوافق يدخل كليه تربيه موسيقيه، فبيعرفه عمر انه مش موافق يدرس حاجه مش هتفيده، فبينفعل عليه سيف وبيقرر يطرده من البيت. وفي الوقت ده بيبقى خالد مع زوزو وبيعرفها انه بيعيش قصه جديده بس مش عارف هيكمل ولا لا. وبيوصل عمر وبيعرفها ان سيف طرده وان بقاله فتره قاعد في الشارع عشان كان مكسوف يجي، فبتساله زوزو عن السبب فبيعرفها انه قرر يشتغل، ولما بتلومه انه ما طلبش منها فلوس بيظهر ان خالد بيدعمه وشاف انه لازم يعتمد على نفسه. وبعدها بيبقى احمد بيحسب مصاريفهم الشخصيه، ولما بيشكي ان مصاريفهم زادت بتعرفه منى انها لاحظت الحركه اللي على حسابه في البنك وعرفت ان عنده فلوس، فبينفعل عليها وبيفهمها انها ما ينفعش تتجسس على حسابات العملاء، وبيكذب عليها وبيعرفها ان دي فلوس واحد صاحبه بعتها عليه عشان يشتري له شقه، فبتطلب منه يديها 6000 جنيه عشان تجيب مايو الحبيب عشان تقدر تروح بيه تمرين الجمباز، فبيتخانق معاها وبيطلب منها تتصرف وتلبسها مايو من بتوع بنت اختها. وفي الوقت ده بتبقى زوزو مع سالم في النادي وبتحكي له عن مشاكلها مع اولادها ومشاكلها في الشغل، فبيعرفها انه عايز يبقى معاها ويشاركها في مشاكلها، وبيطلب منها الجواز وبيعرفها انه بيحبها وبيبقى شايف انهم من حقهم يعيشوا، فبتعرفه انهم كبروا على الكلام ده وبتترجاه ما يفتحهاش تاني في الموضوع ده، فبيظهر انه اتضايق وبيقرر يسيبها ويمشي. وبعدها بتقابل منى فبتطلب منها تحضر التمرين مع حبيبه عشان تقدر هي تحضر تمرين ياسين واللي بيبقى في نفس الوقت، وبتروح زوزو عشان تحضر التمرين بتاع حبيبه، وبتستغرب اسلوب المامز اللي بيزعقوا صوتهم عالي وبتحاول تفهمهم انهم كده بيضغطوا على الاطفال مش بيشجعوهم. وفي نفس الوقت بيقابل خالد ريم صدفه في كافيه وبتبقى قاعده مع واحد زميلها
فبيظهر انه اتضايق وبيبتدي يلومها، وبيبقى واضح انه بيغير عليها. وبترجع زوزو للبيت وبيطلب منها رشدي تلبس من الاوردر اللي طلبه هديه ليها. وبعدها بيوصل عمر وبيتصدم لما بيشوفها لابسه هدوم شكلها غريب، وبيبقى شاكك انها بتعمل تحدي على تيك توك. ولما بيدخل بيعرفها انه عايز يقعد في الشقه اللي تحت، فبترفض زوزو وبتعرفه انها مستحيل توافق. والصبح بتقرر تكلم سالم لكنه مش بيرد، فبيظهر انها قلقت عليه. وبعدها بيكلمها وبيعرفها ان تليفونه كان صامت، فبتقترح عليه زوزو انهم يخرجوا بمناسبه عيد ميلاده، فبيعرفها انه ملوش نفس يخرج او يروح لاي مكان، فبتوعده انها محضره له مفاجات كتير، فبيوافق وبيعرفها انه هيبقى عندها خلال ساعه. وبيوصل سالم لبيت زوزو اللي بتعرفه انها معجبه بالوان لبسه، فبيطلب منها انهم ينزلوا عشان اتاخروا، وبيعرفها انها الوحيده اللي بتفتكر عيد ميلاده، فبتطلب منه ينسى ويحاول يستمتع باليوم. وبيروحوا للنادي وبيستغرب سالم ان هي دي المفاجاه، فبتعرفه انها عزمت صحابه بس هم اتاخروا، فبيعرفها ان وجودها كفايه بالنسبه له، وبيبدا يشتم على باقي شلتهم. وبيوصلوا بيسمعوه، فبتحاول زوزو تخليه بطل الكلام، وبتصدمه وبتعرفه انهم كلهم واقفين وراه. وبيخلص المسلسل. الفيديو ده كتبته شيماء محمد وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.